احنا هنا اليوم كحركة 20 فبراير وكأحرار الحركة، احنا هنا ما جايينش نحتفلوا بالدراري اللي خرجوا، لأن احتفالنا الحقيقي غيكون نهار تكتمل فرحة الشعب المغربي كامل بكرامته وبحريته، بما أن الشعب المغربي باقي يعاني الاضطهاد مازال مستعمر، الشعب المغربي ثرواته منهوبة، الشعب المغربي عنده جوج بحور وكيشري السردين غلا باش كيشريها واحد في اسبانيا، ما حد الشعب المغربي مازال كيعاني، احنا ما محتفلينش. خروج هاد الشباب اليوم هو دليل وعربون للمخزن على ان شباب حركة 20 فبراير الاحرار مستعدين يوهبوا حريتهم ومستعدين يتجاوزوها ويوهبوا للشعب المغربي حياتهم. وحركة 20 فبراير قدمت شهداء، قدمت شهداء مدة ديال عامين، قدمت شهداء وقدمت معتقلين ومازال إمكانها تقدم، بما أن الشعب المغربي لا زال يعاني والمرأة المغربية كتولد الرجال، إلا كانوا هما شميت فكاينين عيالات ولدوا الرجال في المغرب وما راضينش بالدل وما راضينش بالخنوع وما راضينش بالقمع اللي كيتمارس عليهم ليلا ونهارا. احنا كنشوفوا اوضاعنا التعليميه، كنشوفوا اوضاعنا الصحيه، اخر نكبه صاب بها الجمهور المغربي هي نكبه هذاك المنتخب، كنت غير 11 لعاب من سباته كون جابوا الكاس. المنتخب المغربي خرج في الدور الاول، كانوا كيتسناو يجيب الكاس، دوك الفلوس الميزانيه اللي تصرفات عليه كانوا يصاوبوا بها جوج الكيسان ماشي كاس واحد، ميزانيه كبيره تصرفات على المنتخب ديال المغرب وكان الشعب لاباس عليه وما محتاج. كنقول لرشيد طوسي لا انت ولا اللي صفقوك ولا اللي غايجي وراك، كون هاني راه ما عندناش، ما حد باقي التوني ما كيعرفش وما كيهزوش ولد الشعب اللي حافظ هذاك النشيد الوطني اللي كيقولوه، ومازال ما كيهزوش ولد الشعب اللي كيكتب سميته وكيمشي للمقاطعه ياخذ شهاده السكنه وعقد ازدياد. والله لا جبنا شي كاس، غنبقاو نمشيو ويسلخونا ونرجعوا ونمشيو، وكنحييهم على التضامن العربي اللي رجعوا بثلاثه في طياره واحده، كنحييهم كنحييهم بشكل كبير. وبهذه المناسبه غنقدموا غادي نشدوا وعدنا وعهدنا اللي توعدنا عليه وتعهدنا عليه، هو اننا لازلنا صامدون، غنبقاو صامدين في الشارع، الشارع ملك للاحرار، الشارع ملك للاحرار. وحنا عارفين ان البعض اللي مانعه هو الخوف، مانعه التردد، لكن واحد النهار غيوقف على واحد الحقيقة وغيقول أن هاد الشباب اللي اليوم كيخاطبوه بثباته كان معاهم الحق، وأنهم نهار خرجوا للتضحية من أجل الشعب المغربي، وما خرجناش نضحيو من أجلنا حنا ومن أجل مصالحنا. إحنا خارجين كنضحيو من أجل الدراري الصغار، كنضحيو من أجل والدينا اللي خدموا وعطاو صحتهم وجهدهم باش بناو هاد البلاد، وكتشوفوا باش كيتجازاو اليوم، كيجازيوهم كيمدوا لهم في الخدمه حتى في 62 عام، الشركات ولات بحال دور العجازه، عوض ما يدخلوا الشباب يخدم لا باك اللي خصو يبقاو يحرتوا عليه تيصيفطوه للمقبره، وانت راه مهنين منك فتح جوان شي مشطه مقاده شي قرطاسه مزيانه وهما راه قاضين الغرض ليه. لكن كنقول لهم هذا جيل جديد، هذا جيل فهم وعق، الجيل ديال فيسبوك وتويتر، الجيل اللي كيتفرج في الجزيره في القهاوي وفي دارهم، رحنا وعينا عرفنا بلي عندنا ماشي ما عندناش، عندنا الامكانيات نكون احسن من السويد ونكون احسن من النرويج، لكن عارفين ان كاينه عراقيل هي اللي كتحد وكتمنعنا من الوصول لخيرات ديال بلادنا.